كيف نعرف الفرق بين الذكر والأنثى في عصافير الفشر والروز؟ وكيف نعرف الفرق بين الذكر وبين الأنثى بكل سهولة؟ وكم تضع الأنثى من البيض؟ وما هي فترة الرقاد على البيض؟ نصائح مهمة عند ذهابك لشراء عصافير الفشر والروز. كل هذا وأكثر سنتعرف عليه من خلال هذا الفيديو، فتابعونا ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم في قناتكم الحياة عجائب. أمامنا الآن طائر الروز. لماذا حكمنا على هذا الطائر بأنه طائر الروز؟ لأن هذا الطائر كما نلاحظ نجد أن منقاره فاتح أو أصفر، أما طائر الفشر فنجد أن منقاره يكون أحمر أو يكون وردي. كما أننا نلاحظ أن طائر الفشر تكون عنده حدقة حول العين، الحدقة تكون كبيرة، تكون متسعة، تكون واضحة كما نرى. هناك حدقة كبيرة وهناك منقار وردي أو منقار أحمر، فكما نلاحظ الفرق واضح جدا. الحدقة البيضاء حول عين طائر الفشر والمنقار الداكن الأحمر أو الوردي، فالفرق واضح، يعني هذا أمر بسيط جدا. أكبر عيوب هذا الطائر طائر الفشر وطائر الروز أنه مما يصعب التفرقة بين الذكر والأنثى. هنتكلم الوقت على بعض الأمور. أنا عارف طبعا أن أنت حيران، يعني أنت فعلا محتار ومش قادر تحدد يا ترى الزوج اللي عندي ده هل هو ذكر وأنثى، ولا هم ذكرين، ولا هم نتيتين أنثتين اتنين. هنعرف الوقت، بس في أمور لازم أن أنت يعني تكون يعني تاخدها من باب الأولويات. لما أنت تكون عايز تربي عصافير فشر وروز لازم تشتري هذه العصافير من مصدر موثوق. ليه بقى؟ لأن لو أنت رايح تشتري عصافير الفشر والروز من المحل، طبعا صاحب المحل يعني إيه ممكن يكون أيضا هو ما عندوش خلفية أو ما عندوش خبرة، فممكن هو عايز يبيع وخلاص، يقول لك دمت ذكر وأنثى، وفي الآخر بعد سنة ولا سنتين بعد ما تربيهم تلاقيهم إن هم كانوا ذكرين. فطبعا يعني ده أمر صعب جدا. فإزاي إن أنا أفرق بين الذكر والأنثى؟ في إشاعات كتيرة وفي خرافات كتيرة. يعني في ناس مثلا تقول إن أنت تفرق بينهم ببعض العلامات التقديرية، يعني هي مسألة تقديرية، يعني انت هتفضل قاعد حيران. يعني انا هقول لك بعض العلامات ده هي انت تقديريا كده هتقول ده هو ذكر وده هي انثى، دي علامات تقديرية. لكن هيبقى لسه معانا الامر القاطع اللي ما فيش فيه شك اللي هو تحليل الدي ان ايه. لكن المشكلة ان انت عشان تحلل التحليل الدي ان ايه هتلاحظ ان التحليل ده غالي جدا، التحليل غالي، والطيور اصلا يعني عصافير الفشر والروز يعني عصافير رخيصه مش غاليه قوي الا بعض الايه الطفرات الغاليه. ففي الطفرات الغاليه لازم تحلل تحليل الدي ان ايه عشان ما تقعدش في حيره من امرك، وعشان يعني تنتج عندك، مش تقعد سنه وسنتين وفي الاخر تلاقيهم ذكرين او تلاقي كان عندك يعني انثتين فتلاقي البيض كله طلع فارغ. فانت طبعا لابد عشان تحدد تحديد الجنس وتعرف الفرق بين الذكر من الانثى، هنلاحظ ان في خرافات كتيره في الموضوع ده. يعني في ناس تستخدم قطعه من المعدن ويقول لك البندول ده هو اللي مش عارف انلف بطريقه دائريه يبقى كده انثى، ولا يعني مساله كلها لا اعتقد في مثل يعني هذه الخرافات. فاللي بيتحكم في الحركه بتاع المعدن ده هو اللي بيتحكم فيها حركه ايديك او اهتزاز ايديك، فانت ممكن تخليها على شكل دائري او شكل مستطيل. يعني المساله ديت مش قطعيه، انا بقول لك هتفضل في حيره من امرك. فلازم تشتري الطيور ده هي من مصدر موثوق، ابتعد عن المحل لان صاحب المحل عايز يبيعه وخلاص، اشتريهم من واحد يكونوا انتجوا عنده ويكون ان هم ذكر وانثى ويكون انسان امين. ده أفضل حل، يعني أنا شايف إن ده أفضل حل. طيب هل هناك علامات تقديرية إن إحنا نستطيع من خلالها إن إحنا نتعرف على طائر الفشر وطائر الروز نعرف الذكر من الأنثى؟ يقول لك إن اتساع الحوض، بس يا جماعة اتساع الحوض عند الأنثى، يعني العظمتين عند الأنثى بتكون أوسع. طب ما ده شيء طبيعي لأن هي طبعا عشان البيض وكده، فبتكون إيه الأنثى موسعة لعملية البيض، فبيكون فتحتين العظمتين واسعين، بخلاف الذكر العظمتين عنده بيكونوا ضيقين. بس المسألة ديت ما بتتضحش إلا بعد البلوغ، يعني ما تجيبش كده حاجة يعني عصافير صغيرة وتقول إن هم هعرفوا الفرق من الذكر من الأنثى من العظمتين. لا طبعا المسألة دي مش هتتعرف إلا بعد البلوغ، وإن الأنثى هتكون ممهدة لوضع البيض فبتبدأ العظمتين توسع عشان تمهد لعملية وضع البيض.
طيب العلامة التانية يقول لك علامة ان رأس الذكر بتكون رأسه كبيرة شوي ورأس الأنثى بتكون يعني صغيرة شوي. علامة تقديرية، علامة تقديرية يعني ما نقدرش نحدد بها. العلامة اللي بعد كده العلامة التالتة يقول طبعا علامة الاتساع الحوض علامة قطعية، أدام الحوض واسع يبقى دي خلاص يبقى كده عرفنا ان دي أنثى بخلاف الذكر، دي علامة قطعية. إنما علامة بقى راس يعني الراس اللي هي الكبيرة بتاع الذكر أو راس عريضة شوية وراس الأنثى يعني فطسانة شوية، علامة تقديرية ما تقدرش أنت تحدد بها يعني ما تقدرش. الحاجة اللي بعد كده خلي بالك معاي، الحاجة اللي بعد كده يقول لك مثلا إيه أيضا لما نجي نقول في اتساع الحوض نلاحظ يقول لك ده الأنثى لما بتجي تقف على المجسم بنلاحظ إن رجلها إيه رجلها مفتوحة يعني الوقفة بتاعتها بيكون فيها اتساع، بخلاف الذكر الوقفة بتاعته بيكون فيها يعني ايه بيكون ضيقة. يعني برضك دي ايه علامة، ايه علامة ايضا تقديرية ايضا طبعا نتيجة اختلافات الوقفة. يعني ممكن الانثى تقف مرة فيكون ايه وقفة على المجسم فيكون ايه فتكون وقفة ايه مضيقة رجليه. المسألة بتاع اللي انت تمسك الانثى او تمسك الذكر وتحط ايديك على عظمتين العظمتين وتشوفهم هل هم واسعين ولا ضيقين، دي علامة قطعية. ايضا من العلامات اللي هتعرف لنا في بعض الناس تقول ان ايه ان الانثى بتكون عريضه يعني جسمها ايه عريض شويه وبتكون قصيره شويه عن الذكر، انما الذكر بيكون جسمه ايه يعني رفيع شويه. يعني دي بنقوله يعني حتى في الانثى بيكون ايه الانثى عندها هرمونات فبتبلغ بسرعه وبتكون يعني جسمها ملان شويه عن ايه عن الذكر. تلاقي الولد كده ايه يعني مثلا تلاقي البنت مثلا لسه صغيره في ثالثه اعدادي او بتاع وتلاقيها ما شاء الله ايه بلغت بسرعه وجسمها ملى بسرعه، بخلاف الذكر تلاقي جسمه ايه رفيع كده وايه وفي يعني ايه في رفع وفي طول عن الانثى، بينما الانثى تلاقيها ايه تلاقيها قصيره وتلاقيها ايه وتلاقيها عريضه. دي علامه. في ناس تانية بتقول ان برضك من العلامات اللي احنا نستطيع من خلالها ان احنا نعرف الفرق بين الذكر من الانثى عملية التجهيز للعش. طبعا احنا عندنا اللي بيجهز العش في طيور الفشر اللي بيجهز العش الذكر والانثى، الذكر والانثى، لكن الانثى بتكون حريفة بيكون عندها نظام بيكون عندها يعني فن في تجهيز العش. طيب بالنسبة بقى لطيور الروز، طيور الروز بنلاحظ ان الانثى هي في الغالب من تقوم بتظبيط وتنظيم العش، فلما نشوفها بقى دخلت العش وبتجمع والكلام ده فنعرف ان دي انثى، لان في الغالب ان عصافير الروز الانثى هي من تقوم بعمل العش. طبعا الكلام ده ايضا يا جماعه في الغالب، يعني مش ممكن يكون الذكر مثلا يقوم برضك في طيور الروز بتجهيز العش، عادي احنا بنقول بنتكلم في الغالب، الغالب ان طيور الروز ان الانثى هي من تقوم بتجهيز وعمل العش بخلاف الذكر، إنما في الفشر الاثنين بيقوموا مع بعض. دي بعض العلامات اللي هي علامات تقديرية، ويبقى تحليل الدي ان ايه هو اللي قطع الشك باليقين. طبعا عصفورة الفشر او الروز بتضع من يعني من 3 الى 7 بيضات، يعني ده يعني غالبا هي بتضع ايه 4 بيضات غالبا، ممكن تضع لحد 8 بيضات، دي حالة نادرة يعني نادرا، والله بقى كل انسان يعني تبع ايه تبع رزقه، لكن احنا بنقول الغالب احنا بنتكلم على الغالب في حالات يعني شاذه، يعني ممكن واحد يقول لك ده بيضت عندي مثلا 8 بيضات او واحد مثلا يقول 9 بيضات، والله دي حاجات شاذه، انما احنا بنقول في الغالب ان هي مثلا ايه 4 3 مثلا 5 6 يعني ده الايه ده الغالب. في حالات نادره بقى ممكن تبيض 7 او تبيض 8. طيب بالنسبه لفتره الرقاد على البيض، فتره تحضين البيض، والله فترة تحضير البيض بتختلف أيضا باختلاف درجة الحرارة باختلاف الجو، يعني مثلا في بيئة معينة مثلا بيئة حر ممكن العصافير تفقس البيضة تفقس على 20 يوم، يبقى إحنا المعانا المدة المحددة اللي بتفقس بيتم فيها فقس البيض من بتتروح من 20 يوم لحد 26 يوم، ده بيرجع لدرجة البرودة لدرجة برودة الجو، يعني درجة البرودة شديدة مثلا فده بيؤدي بنا إلى أن البيض بتأخر في الفقس فممكن يصل إلى 26 يوم. والله بعد 26 يوم بقى تبدا انت تقلق تخاف ان البيض ده هوت ممكن يكون مش مخصب او ممكن يكون البيض ده هوت حصل فيه كبس للجنين ومات الجنين، فمهم جدا انت تعرف المده المحدده اللي بيحصل فيها فأس البيض واللي هي بتتراوح من 20 يوم الى 26 يوم. والله الافضل ان انت تكشف عن البيض، والله يعني لو استطعت ان انت تكشف عن البيض، لان طبعا طيور الروز والفشر طيور قلاقة، فانت ما تقعدش كل شوية يعني تطرد الطيور من العش او تقعد تقلب في البيض، فده طبعا ممكن يتسبب في فزع الطيور، لان احنا زي ما قلنا ان الطيور الفشر والروز طيور يعني بتتميز بالخجل او الخوف الشديد، فبالتالي هي ممكن تشعر بعدم الامان وممكن تهجر العش. لا تنسى الضغط والاعجاب وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد ان شاء الله.